قيل كما معنى المعضل الوارد في حديث بريرة من قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد أخبرته أن موالي بريرة أن موالي بريرة يعني اللي هم اللي مشترينها يعني اللي هي عندهم مولاة لهم يعني أسيادها نعم أبوا بيعها إلا أن يكون لهم الولاء فقال لها صلى الله عليه وسلم اشتريها واشترطي لهم اشتريها واشترط لهم الولاء فقالت ففعلت ثم قام خطيبا فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط سبحان الله نعم اللي حصل يا أخواني القصة دي في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام بريرة هذه كان لها موالي كان لها أسياد وأرادت أن تعتق تسمى المكاتب 3 على الله أن يعينهم ناكح يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله والمكاتب يريد إيش الأداء فجاءت لعائشة عائشة قلت لها أنا أعطيك حق المكاتبة والفلوس اللي هم عايزينها ويكون الولاء لي ولائك لي يعني إذا أنت مت أنا أرثك إذا أنا مت أنت ترثين إلى آخر من أحكام الولاء المعروفة في الفقه فرجعت إليهم قالوا لا تعتقك ونقوم بعتقك والولاء لنا فالنبي صاحب المنبر قال ما بال أقوام يشترطون في كتاب الله ما ليس منه كل شرط أحل حراما وحرم حانا فهو باطل ولو كان 100 شرط إنما الولاء لمن أعتق إنما الولاء لمن أعتق نعم والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرها بالشرط لهم وعليه باعوها يرحمكم الله نعم ولولا والله أعلم لما باعوها من عائشة نعم كما لم يبيعوها قبل حتى كما لم يبيعوها قبل حتى شرطوا ذلك عليها نعم أبطله صلى الله عليه وسلم وقد حرم الغش والخديعة نعم فاعلم أكرمك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم منزه عما يقع في بال الجاهل من هذا وتنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ما قد أنكر قوم هذه الزيادة قوله اشتري لهم الولاء إذ ليست في أكثر طرق الحديث ومع ثباتها فلا اعتراض بها إذ يقع لهم بمعنى عليهم نعم قال الله تعالى أولئك لهم اللعنة يعني عليهم اللعنة والحروف في الجر ينوب بعضها عن بعض أولئك لهم اللعنة يعني عليهم اللعنة لهم هنا بمعنى إيش عليهم نعم وقال وإن أسأتم فلها أيوة فعلى هذا اشترطي عليهم أصل الكلام وإن أسأتم فعليها نعم فعلى هذا اشترطي عليهم الولاء لك نعم ويكون قيام النبي صلى الله عليه وسلم ووعظه لما سلف تشريعا عليه الصلاة والسلام لأنفسهم قبل ذلك نعم النبي يشرع هنا صلى الله عليه وسلم نعم ووجه ثان أن قوله صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم الولاء ليس على معنى الأمر لكن على معنى التسوية والإعلام نعم لأن شرطه لهم لا ينفعهم بعد بيان النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام نعم قبل أن الولاء لمن أعتق قبل أن الولاء لمن أعتق وكأنه قال اشترطي أو لا تشترطي فإنه شرط غير نافع لأن النبي خلاص أخرج الحكم الشرعي فقال إنما الولاء لمن أعتق نعم وإلى هذا ذهب الداودي وغيره وتوبيخ النبي صلى الله عليه وسلم لهم وتقريعهم على ذلك يدل على علمهم به قبل هذا والوجه الثالث أن معنى قول يعني عارفين في الأحكام أن الولاء يكون لمن أعتق نعم والوجه الثالث أن معنى قوله اشترطي لهم الولاء أي أظهري لهم حكمه وبيني سنته لأن الولاء إنما هو
لمن أعتق. نعم. ثم بعد هذا قام هو صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام مبينا ذلك وموبخا على مخالفة ما تقدم منه فيه عليه الصلاة، لأن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة، وهذا في حكم شرعي عليه الصلاة والسلام، وتعم به البلوى، فأراد أن يجعله بيانا على الملأ ليشهد منكم الحاضر الغائبة. نعم. فإن قيل فما معنى فعل يوسف عليه السلام بأخيه إذ جعل السقاية في رحله أخذه باسم سرقتها؟ هذا دينهم، هذا كانت الشريعة عند يوسف في شريعة يعقوب، ولذلك قال فما جزاؤه إن كنتم، قالوا جزاء موجود في رحله فهو جزاء، كذلك نجي الظالمين. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين في دين الملك، لأن كانت العقيدة الموجودة والعلم اللي كان في قوم يعقوب أن السارق يكون عبدا عند من سرق منه، هذا ودين شرع من قبلنا شرع لنا، وفي رواية وفي قاعدة أخرى ليس شرعا لنا، وفي رواية وفي رواية أصولية شرع لنا ما لم ينسخه ناسخ، ولذلك ورفع أبويه على العرش وخروا له، كان السجود عندهم إيش؟ تحية، وإحنا السجود ما عندنا، لو كنت أمر أحد أن يسجد لأحد أمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فنحن لسنا مطالبين بشرع إيش؟ يوسف عليه 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 السلام. نعم. وما جرى على إخوته في ذلك وقوله تعالى إنكم لسارقون ولم يسرقوا، فاعلم أكرمك الله أكرمك الله أن الآية تدل على أن فعل يوسف كان على أمر الله لقوله تعالى كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. إيه معنى دين الملك هنا؟ مش ملة الملك، يعني حكم الملك، إنه ما يكونش هو شغال عند إيش، ما يكونش هو يدخل السجن على حكم من حوتب، لا، جعله على دين يعقوب وعلى حكم يعقوب، إن يكون هو عبد عند مين؟ عند يوسف. عند يوسف. نعم. إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. كل ذي علم عليم. نعم. وفوق كل ذي علم عليم. أي والله. فإذا كان كذلك فلا اعتراض به، كان فيه ما فيه. أيضا فإن يوسف كان أعلم أخاه، كان قد أعلم أخاه، يعني وضح له إن إحنا حنسوي وكذا، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه حتى ينفذ الأمر عليهم، فلا يقول إنهم قصدوا، ولذلك بشر طرحوا لمين؟ لوعاء بن يمين. نعم. لأني أنا أخوك فلا تبتئس، يعني لا تحزن بما كانوا يعملون. نعم. فكان ما جرى عليه بعد هذا من وفقه ورغبته وعلى يقين من عقب الخير له بعد وإزاحة السوء والمضر عنه بذلك. وأما قوله أيتها العير إنكم لسارقون فليس من قول يوسف، فلزم عليه جواب لحل شبه. أيوة، إنما هذا القول من قول من؟ من قول الملأ الذين أرسلهم في إثرهم. نعم. ولعل قائله إن حسن له التأويل. نعم. حسن له التأويل كائنا من كان ضمن على صورة الحال ذلك. وقد قيل ذلك قال ذلك لفعلهم قبل يوسف وبيع له، وقيل غير هذا، ولا يلزم أن نقول الأنبياء ما لم يأتي إنهم قالوه حتى يطلب الخلاص منه، ولا يلزم الاعتذار من زلات غيرهم صلى الله عليه وسلم. وصلى على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.